شنو هذا الجلتش يا ولد؟ ايه هسه نجي. اوكي يا شباب، المقطع الاول اللي نزلته شوف هسه مباشره نزلت المقطع وجيت لكم، ما طولت غير 10 دقائق مباشره تسجيل يا حبيبي. ليش؟ سببي يا شباب ما تكلمت شي، مصطفى ما يتكلم. المقطع الاول يا شباب بدي الحق الترند، صحيت متاخر لقيت اللعبه نازله، ما اعرف شنو اللي صار، توقعتها نسهت بيتا، ما قريت اخبار، لا عرفت شي، نزلت مقطع. مصطفى ليش تنزل شباب على مود الحق الترند اللي صاير على بيس؟ فقط هذا المقطع الاول اللي صار وتجربتي موجوده، اللي يريد يروح يشوف انطباع الاول بدون لا اعرف اخبار بدون اي شيء يروح يشوف. هسه بعد ما بحثت عرفت الاخبار وقريت تعليقاتكم تقريبا اول 10 دقائق، النسخه عباره عن بيتا لكن ليس للعبه، بيتا للسيرفرات، بيتا لسيرفرات بيس، يعني هذا اللي جاي نشوفه ممكن هاي اللعبه من قبل سنه ونص هي موجوده، هذا الشيء اللي جاي اللعبه ممكن من قبل سنه هو موجود وجاهز ينزل بهذا اليوم اللي هو 24/6 يوم الخميس. وانا ما ادري سبق بحد مقاطعي وقلت لكم راح يصير الاعلان باليورو، نزلوا البيتا باليورو، لكن اللي اتوقعه او اللي قريته واللي بحثت عنه 21/7 راح يكون الاعلان على اول ديمو من بيس 2022 او اي فوتبول او نيو فوتبول. المهم يا شباب ايا كان اسمها، بس هو مو هذا اسمها، احتمال ما ندري لحد الان عن اسم اللعبه ولا عن اي شيء، الامور كلها غامضه، مجرد جاي نجرب سيرفرات. هذا اللي تشوفونه خام 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 على طبيعته، هذا خام، اللعبه خام، انطوك اياها بس تجربه السيرفر. ومن المعلومات الحلوه انه راح تقدر بالمستقبل بل تلعب مع اي واحد بالعالم بدون الحاجه الى ان يكون قريب من بلدك، هذا الشيء رهيب. بس على الاغلب راح يكون الاتصال بينك وبين خصمك بالاونلاين سلس جدا، سلس سلاسه مو طبيعيه. وهذه هي تجربه السيرفرات، فكره ما بيها ان النسخه عباره عن تجربه السيرفرات وليس نسخه للعب. فهسه شوف حتى من ندخل شوي تاخر، هذه الامور انا كلها سرعت بيها من سويت التيست الاول، بس هسه نقدر نسولف على راحتنا، خلاص نزلنا مقطع ونحق على الترند ان شاء الله. المهم يا شباب مثل ما تشوفون هنا القوائم عندنا، هاي القائمه اتوقع راح تكون موجوده داخل اللعبه وهذا الشيء اكيد، يعني ان شاء الله هذه القائمه راح تكون موجوده. بس كيف الانديه راح يكونون؟ اكيد ما راح تكون بهذا الشكل، اكيد ممكن هنا تنحط انجلترا وتطلع لك الخارطه انجلترا بالكامل، بعدين من تنزل راح يتحول على مانشستر ثم السيتي جنب الملعب مال مانشستر يونايتد، ليفربول جنبهم بالمدينه، يعني مدينه مانشستر، ليفربول بعيد عنهم شويه، فبهكذا راح تكون لندن بها تشيلسي بها توتنهام ارسنال بيها. بهذا الشكل اتوقع راح يكون من تجي على بايرن ميونخ هنا راح يكون اتوقع يا شباب كله اتوقع المانيا، بس الانديه الالمانيه اللي ما موجوده الدوري الالماني ما موجود يا شباب، بشوف شو راح يسوون هنا. المهم اتوقع راح تكون ايطاليا موجوده، اسبانيا راح تكون موجوده، وان شاء الله يا رب انه الاوبشن 5 يستمرون عليه، ما تتحول اللعبه الى مثل فيفا يعني ما تقدر تعدل عليها، لا اتمنى نستمر نقدر نعدل على اللعبه، اتمنى نهتم بالحقوق يا شباب، يعني حقوق دوري ابطال اوروبا ما موجود عند اللعبه، ان شاء الله نقدر نعدل عليه، اتمنى هذا الشيء يمرون عليه بيس، لان هذا الشيء ايجابي بالنسبه لهم وخالهم متفوقين على اي لعبه كره قدم، هو سلاسه التحكم باللعبه واضافه اوبشن فايل وهذه الامور. اوكي طبعا المباراه الاولى انا لعبت بمانشستر يونايتد، هسه اسولف على راحتي، المباراه الاولى مستعجل مصطفى ليش مستعجل يا شباب؟ قلت لكم متلحق الترند، هسه على راحتنا نسولف ونشوف ونستكشف. الصراحه اللي اريد اشوفه بالنسبه لبرشلونه كثير ناس جربوهم، اليوم اول تجربه الي ليوفنتوس، بعد هذا المقطع راح يكون اول تجربه لبرشلونه، اكيد مصطفى لازم يحلب ابو اللعبه، لان شباب قناتي مبنيه على اللعبه، تجربه بعد تجربه. هذه القائمه يا شباب هي قائمه الاونلاين، هذه القائمه قائمه الاونلاين، يعني ما لك دخل لا بماستر ليج لا بكل اسطوره، وكل القوائم راح تتغير، اللي تشوفونه هو عباره عن 4 او 5% من نسخه بيس الاساسيه، ومثل ما قلت لكم بالمقطع الاول 6 جيجا بس حجم هذه اللعبه، شباب 6 جيجا بس، يعني انتم متخيلين لعبه على الموبايل اكو 2 جيجا، يعني هنا 6 جيجا بس على بلاي ستيشن 5 هذه لعبه مستحيل، وانا متاكد انه النسخه الرئيسيه راح تكون اكثر من 70 جيجا، هذا توقعي يا شباب، فمستحيل راح تكون 6 جيجا، 6 جيجا شنو يا حبيبي 6 جيجا؟ شيء حلو الصراحه انه واطمئنيت بيه، يعني انه هي مجرد تجربه للسيرفرات ونسخه بيتا او تحت البيتا يا شباب، بسبب راح ينزل لك ديمو ان شاء الله على شهر 8، راح ينزل ديمو بيس 2022 او اللي يسموها اللي يسمون اللعبه خلي يسموها اي اسم، احنا ما يهمنا الاسم مثل ما قلت لكم، اللي يهمنا وبشكل كبير هو المحتوى، الاكس والمثلث والمربع والدائره، هنا راح يخلون عندنا ميزه السرعه بالدخول الى اللعبه بدون الاسهم، هل هي حلوه او لا؟ كل واحد ورايه، اكتب لي رايك بالتعليقات، انا بالنسبه لي حلوه ما بيها شيء
يعني هنا يا شباب الاي دي بصوره البلاي ستيشن مباشره راح تعرف انه انا جاي العب بلاي ستيشن، ما نحتاج مصطفى على جهاز جاي تلعب مباشره يا شباب على بلاي ستيشن. بلاي ستيشن 5 طبعا جاي اجرب انا. لقينا خصم الجوده هذه المره عكس المباراه الاولى. اوكي يا رب يا شباب المباراه تكون احلى وامتع ان شاء الله حتى نستمتع معاكم. هذه المره بايرن ميونخ المباراه الاولى اليونايتد ضد برشلونه، المره اليوفي ضد بايرن ميونخ. بس ان شاء الله الخصم ما يسوي سكيب، اريد اشوف اللعبه، انا اريد اشوف داخل اللعبه يا حبيبي. والدليل على انها اللعبه مو كامله الارضيه يا حبيبي، ارضيه بيس 2016 2014 احسن من هذه بيس، مستحيل هذه ارضيه بيس 2022. راح تشوفون شيء رهيب ان شاء الله يا شباب. هذه مجرد بيتا يا شباب، يعني يمكن بيس موبايل بعضكم يعتبرها احسن من هذه. فاحنا ما رد ننتقد اللعبه واحنا بعد اللعبه ما نازله، مستحيل انتقد اللعبه يا شباب وهي ما نازله. انا يعني اخر شخص ممكن ينتقد اللعبه اصلا، فكيف تريد ننتقدها وهي نازلين بيتا؟ جاي يقول لك انا جاي اجرب السيرفرات، ما انتقدها طبعا. الكاميرا الجديده، رايكم يا شباب الكاميرا الجديده اذا موجوده؟ الصراحه تعجبني الكره هذه، الكره ما عندهم كره ثانيه. نقول له اوكي خلينا ندخل ما نطول. اوكي هنا اختيار الاطقم. شوفوا شباب كفكره اولى شيء حلو انه الطقم اتغير من غير ما يكون على اللاعب الشكل بهذا الستايل، ستايل جديد. طلبت لعبه جديده، هذه لعبه جديده، انتم اللي طلبتوا لعبه جديده خذوا لعبه جديده. ماكو الشيء القديم انه لاعب واقف منا ومنا لاعب، لا 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 لا، هذا الستايل الجديد يا حبيبي متقارب. كبر الحجم، راح تشوف الطقم عن قرب من ظهر اللاعب، كامل الامور. ليش ظهر اللاعب؟ اغلب المباريات يا شباب احنا كلاعبين بيس راح تشوف اللاعب من فوق تقريبا ظهره، حتى تعرف فريقك، حتى تعرف اللون. هذا افضل شيء ممكن يقدموه لك، اتوقع هذا الشيء. بس الشيء حلو طبعا. بالنسبه للاطقم، هذا اطقم يوفنتوس حلوه، وهذه اطقم بايرن ميونخ هي نفسها، يعني ما مغيرين بها شيء. نزول اللاعبين، قوائم المباراه حلوه. نعم شوفوا الصورة الرهيبة يا شباب، بس شوفوا الألوان باهتة، والسبب قلت لكم انها بيتا. راح أكرر كثير انها بيتا يا شباب، لأن لازم نكرر، لازم نكون مع اللعبة مو من ضد، مو ضد اللعبة وهي بيتا، مستحيل تكون ضدها، لا تكون ضدها. هذه القائمة هي نفسها قائمة بيس 2020. هسه كم انطباع أول على المباراة، شوف شيء حلو، شوف شيء جديد، لكن مجرد تلمس اليد تحس في قلب اللاعب وتحس يحتاج ما تعرف كيف، يحتاج شيء ما تعرفه شنو. أوكي أوكي كاميرا نزولها، من تنزل الكاميرا هذه حلوة. طبعا يا شباب ما راح اركز على الجيم بلاي، يعني ما راح اركز انا انه اعرق باللعبه، لا ما اريد اعرق، انا اريد استمتع، ومو استمتع وانما استكشف اللعبه، هذا هو غايتي من اللعبه. خلينا نشوف الدون كريستيانو رونالدو اللي ما جربت لحد الان، الضربات الحره، البلنتيات، هواي امور ما جربتها تقريبا، تصويب من خارج المنطقه. العب هذا، شوف شوف فنانة، اكو تاخير بسلاسه اللعبه، هذا ذكرته بالمقطع الاول، من تضغط اكس ياخر شويه. شوف شوف شوف، شفتوا الكاميرا كيف قريبة وحلوة، حلوة الطريقة هذه، عجبتني الصراحة. هذا المقطع ممكن يكون شوية طويل، لأن المقطع بصراحة كاملة يا شباب. شوف حتى ما أقدر أنطي إعازة رونالدو إنه يتقدم، يلا العب له يا ولد. تأخير أعتقد لأنها بيتا، نرجع ونقول لأنها بيتا، فنعذرهم دائما، نعذرهم ما نستعجل بالحكم على اللعبة. اوكي بس خلينا نشوف يا ولد، الكاميرا بطيئه يا حبيبي. وشباب قالوا راح ينحذف كثير امور من اللي جاي يشوفونه، يعني هواي امور هي مجرد ما موجوده هي باللعبه الاساسيه، فراح تحذفوها ان شاء الله بالمستقبل. اوكي شوف هذه الحركه، شوفوا الحفاظ على الكره بهذا الشكل، هاي تضغط ال2 راح يضل يسوي اللاعب هاي الطريقه. فاول حكم، حكم فاول. والله جلتش واضح يا شباب، اكو جلتشات بها اللعبة، لازم بها جلتشات. التصويب، شوف التصويب ما جاي يضبط، هل لازم اضغط زر على مود يكون التصويب؟ راح اجرب، راح اجرب، احنا نريد نستكشف كيف طريقة اللعب. ناكرت اصفر على التدخل، نرفزته. والله جاي اجرب اللعبة، اعذرني يا صديقي، جاي اجربها. وقفة نوير حتى ما واضحة انها واقف على الارض، تحسها طاير شوية بارتفاع سنتيمين عن الارض. يا ولد والله اكو حركات يا شباب من بيس. اوكي خذ خذ، اه يا ولد. شباب اللاعب ما يتحكم من بحثه مثل بيس اللي نعرفها. شنو هذا الجلتش يا ولد؟ خليه يهجم، خلينا نشوف الحارس، تحكم الحارس. اوب 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 اوب، حلوه حلوه سلاسه حركه حارس المرمى، حلوه منه.
يا ولد أوه والله التدخل رهيب، تدخل عملاق من حارس المرمى. ما نقدر نحكم على الأخطاء، الأخطاء ما نحكم عليها يا شباب، احنا نجي نقيم الإيجابيات. الأخطاء إذا نريد نحكم عليها من تنزل اللعبة كاملة، مستحيل نتكلم عن الأخطاء هسه، يعني من الخطأ ومن الظلم أن تتكلم عن الأخطاء وهم قالي لك أنه هذه جزء بسيط من اللعبة، بسيط جدا. شوط أول يخلص هذه القوائم مثلها، نفس الشيء حركة كريستيانو رونالدو، شكل كريستيانو رونالدو نفسه تقريبا، شكل رهيب بس الألوان باهتة. طيب كيف قوائم التشكيلة بلاير؟ منه راح نختار شباب، مثل فيفا هاي صايرة، يعني صراحة صراحة مثل فيفا شكلها، بس الملعب صار بهذا الشكل. طاقة كريستيانو رونالدو 92، طاقة ليفاندوسكي 93. ما سوي تغييرات، أنا ما داخل يا شباب حتى أفوز، أنا ما داخل حتى ألعب جيم بلاي وعرق، أنا داخل إذا استكشف اللعبة. صراحة تحس إنك جاي تلعب لعبة جديدة كليا، بس إن شاء الله هذه نقدر أكثر الأمور نشيلها، خاصة الدائرة اللي تحت اللاعب هذه بإذن الله نقدر نشيلها بالمستقبل، لأن شكلها أبد أبد مو حلو، كأنك جاي تلعب بيس موبايل، بس هي أكيد مو بيس موبايل يا شباب. يلا رونالدو، سهلة سهلة سهلة، تصويبات جدا صعبة، دائما راح أحاول أصوب حتى نشوف. يلا رونالدو، هذه ما تضيع. أوه والله حركة الحارس رهيبة، نوير حلو تصديه. شوف 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 زد السرعة، أعتقد هذه الطاقة المتفجرة اللي عند اللاعب بهذا الشكل، تضغط R2 مرتين. حلوة حلوة حلوة، لعب حارس المرمى وسلاسة انطلاق الكرة من ايده رهيبة. حلوة رونالدو، يلا يا ولد. لحد الان ما سجلت هدفي الاول، واعتقد كلكم تنتظروني اسجل هدفي الاول، بس والله يا شباب ما مركز، يعني مركز على اللعبه، اذا استوعب يعني طريقه اللعب، حتى شوف خيال اللاعب شنو هذا، مستحيل بيستجيك بخيال اللاعب بهذا الشكل يا حبيبي، هذا هذا مسخره، هذا مو خيال لاعب، مستحيل، ما اتوقع ما اتوقع يا شباب. حلوه دي الاخت، لا فاول، تدخلات اقل تدخل ينطي فاول، بس لحد الان ما عرفت كيف اصوب الضربات القويه. موراتا، حلوة موراتا، الفونسو ديفيز المفروض اسرع، بس اعتقد بسبب هذا الضغط. اوه فاول 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 فاول، ليش ما انطيتني فاول؟ لا يا بوت لا يا بوت، مو بهذا الطريقة تلعب الكرة. ضغطت اروان، يلا يلا يلا. حلو حلو، هدف اول علي بالدقيقة 90. سيقول مصطفى ليش جاي تخسر؟ شباب والله جاي اجرب اللعب، بعدنا لا تعتبرون انه احنا جايين نعرق، واللعبة بعد ما ماخذ عليها. ما اقدر اخذ الكرة، لاعب ما ياخذ الكرة بوحده، لازم تتدخل بطريقة، يعني اعتقد تضغط مربع. تجربة يوفنتوس خلصنا من عندها، اشكال اللاعبين بعد المباراة، ليفاندوسكي كستايل اللاعب، حجم اللاعب من ارضية الملعب حلو، الكاميرا حلوة، نرجع ونكرر، وهذا الكلام راح اكرره كثير يا شباب، ما عرفنا كيف نصوب التصويبات القوية، احتاج العب اكثر، احتاج اجرب اكثر، باقيت لي تجربتين يا شباب، واحدة ببرشلونة، واحدة ببايرن ميونخ، راح نلعب المباراة الثالثة واكيد راح اضيف امور اخرى، طريقة التحكم وهذه الامور، بعد ما عرفت انها بيتا يا شباب ما راح نقيمها كلعبة، نقيمها حتى ماكو تقييم، ماكو تقييم، بس كسيرفرات، يعني هو الكلام كله على السيرفرات يا شباب، تجربة السيرفرات. يعني الشركة طارحة هذا الموضوع من أجل أن تجربة السيرفرات، وأعتقد مو إحنا اللي نجرب، هم اللي جاي يعرفون هل أكو خلل أو لا، مو إحنا، هذا اللي أتوقع يا شباب، لهذا ما نطلنا إعلان ولا نطلنا أي شيء ولا قلون، تريد تجرب ادخل جرب، بس هذا مو إعلان، هذا مجرد تجربة السيرفرات، لهذا هم ما حكوا ويانا أي شيء، فعلى أي أساس إحنا نقيمها؟ لا هي ديمو، لا هي لعبة أساسية، سيرفرات، مو إحنا اللي نقيم السيرفرات، هم راح يقيمون سيرفراتهم، ما نقدر نقيم يا شباب للأسف، هاي الحقيقة، ممنوع التقييم. لنسخة البيتا صراحة، رأيكم بكلامي هل صحيح أو لا، بمن تتفق بمن تختلف، اللايك الاشتراك تفعيل زر التنبيهات، شكرا للمشاهدة، في أمان الله.